11 دقيقة رجعنا لكم في أغورا حتى الخمسة متاع العشية. مازلنا مواصلين معكم في موضوع اليوم. نسلم على العباد اللي تلحقت بينا في الاستماع وين ما كنتم موجودين، توصلكم فريكونس متاعنا. اليوم اخترنا نحكيه على موضوع العلاقة بين الأجيال. هل ما نحكيه على علاقة سيرة أم تفاهم بين الأجيال في بلادنا؟ البعض يقول لك الجيل الصغير ولا الجيل الطوى في عصر موجود، في عصر تبدلت فيه عديد المعطيات، تفرضت عليها أساليب جديدة للحياة سواء في لبسته أو ماكلته أو تفكيره، ولازم ما نكونوش قاسين عليه. وفما في المقابل يقول لك الجيل اللي القديمة وجيل بكري هو الجيل اللي يعرف يعيش، اللي يعرف يحترم، اللي يعرف يحكي، اللي يعرف يتعامل. لكن توا جيل توا تبدلت عليه برشا المعطيات، مازال مش فاهم الدنيا، مازال ما يعرفش يلبس، مازال ما يعرفش مصلحته وين موجود. دونك كذلك كنا نحكيو فيه معكم انتم. تجربكم توصلنا 72 328 500. خليوا لي كومونتير لي ميساج نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ميديا تونسي والباج برنامج اغورا باي راديو ميديا. معنا بالتليفون غيث سويسي، مدرب تنميه ذاتيه. مرحبا غيث. مرحبا وسلم وشكرا على الاستضافة. بارك الله فيك. نحكيو اليوم على علاقة بين الأجيال غيث، موجودة من أول الدنيا ولا معناتها موجود العلاقة هذه وقتية، معناتها متاع 40-50 سنة التالي؟ بون، هي ديما فما صراع بين الأجيال، لأنه ديما الإنسان معناتها ما يقبلش الاختلاف بطريقة سلسة. يعني تفيد ديما يرى أنه أي جيل باش يطلع يتربى غير تربيته هو ويعيش نمط حياة مختلف عليه هو ينجم يكون غالط، لأنه يعني الإنسان بطبيعته مش بالسهل عليه يقبل اختلاف. يعني الصراع هذا ديما موجود، وصراحة صعيب معناتها نجموا نسيطروا عليه، لأنه زاد التطورات التكنولوجية والظروف والتغيرات اللي قاعدة تصير بشكل سريع، معناتها تحس إنه وقت ما عاش عنده حتى قيمة. وهذاك زاد عمق الفارق بين الأجيال. معناتها قبل مثلا تلقى 5 سنين 10 سنين تلقاهم بيناتهم تلقاهم بريسك معناتها زوج أشخاص اللي تربيوا نفس التربية واستعملوا نفس التكنولوجيا وكل شيء. توا حتى عام عامين ولا يفرق برشا، معناتها حتى شو معناتها تلقى عندهم حتى فارق عام عامين، يقولوا أنت ماكش من جيلي، حتى عام عامين نحكيه حتى في التربية في السيستيم إيدوكاتيف معناتها في كل شيء. معناتها احنا تو تلقى في عامين اختلاف كبير بين هذا شنو قرأ والآخر شنو قرأ، نحكيه على تونس معناتها دونك معناتها كل شيء قاعد يتبدل وقاعد يتعمق على الاخر الفرق بين الأجيال. دونك هذا يخلق صراع مع شكل المنطقة متاع الأجيال. معناتها الجيل يتقاس بالسنوات، أصبح يتقاس بالتغيرات اللي يعيشها العالم. بالضبط، هو كيكا لازم يتقاس، خاطر السنوات ما كما قلنا ما عاد عندهم حتى قيمة. الجيل يتقاس توا، يتقاس بالتكنولوجيا، يتقاس بالتغيرات الاقتصادية، يتقاس بالنظام التربوي اللي نقرا اللي تربيوا فيه الأشخاص. برشا معايير ولات تقيس لهم. يعني السنوات صراحة ما عادش عندها حتى قيمة، قد ما اللي في السنوات هذيك واللي نعيشوه هو اللي يخلق الفوارق بالحق. كان فما صراع ما بين الأجيال، شكون الطرف اللي مش قابل الطرف الآخر؟ أكيد الجيل ديما السابق هو ما يقبلش، إنه ما يقبلش الأجيال اللي بعد. ديما نلقاو إحنا حتى في تونس نقولوا في مجتمعنا ديما نقولوا هذوما معناتها ما يعرفوش يلبسوا، سامحوني في الكلمة، مش متربيين، ما يعرفوش يتكلموا، قرايتهم مش كيما أسوأ برشا من اللي قرينا فيه إحنا. لكن ما فماش حتى حد ما يقر إنه مثلا إنه يوصل الجيل كيما توا في تونس الأجيال الشابة واللي طالعة تعيش في أوضاع معناتها في نظام معناتها تربوي سيء جدا، في ظروف اقتصادية خائبة، في مجتمع فيه نسبة الجريمة قاعدة وتزيد، ونسبة التعليم واحد قاعدة، الناس المتعلمين قاعدة تنقص. هذاك كل شكون تسبب فيه؟ تسبب فيه الأجيال اللي سبقت، لأن هي في عود تلقي اللوم على الجديد. لازم أنت ديما تخمم على الجيل اللي جاية من بعد وكتبني. مثلا احنا توا جيل نتاع الشباب اللي عملوا ثورة واللي ناضلوا في المجتمع المدني ووقفوا على برشا قوانين مش تعدى، هم حضروا الأساس على الأقل القانوني والديمقراطي. الأجيال اللي تجي بعد ما مش تلقى حاجة، تلقى حاجة على الأقل من ناحية القانونية ولا الديمقراطية يلقوا حاجة متميزة. دونك ديما الأجيال السابقة هي المتسببة
درجة كبيرة في اللي يعيشوه الأجيال اللي بعدهم. دونك نلقى اللوم عليهم، ولكن نقولوا راهم ما همش هكا، ولا ما همش كما احنا نحبوهم، ولا ما تربيوش كيفنا. هذا راهو اكبر، هذا راهو اكبر اكبر خطا، لانه الانسان يتولد يلقى روحه في 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 وقت معناتها تعيش فيه مثلا الدوله نتاعو اسوء الاوضاع اقتصاديه في تاريخها، اوضاع اجتماعيه. هذه ماهوش ذنبه، هو على فكره راهو الاجيال اللي يشوفوها احنا في تونس ماهيش هي زاده اللي راوها في مدن اخرى، ولا في دول اخرى في العالم، في عوالم معناتها في عالم متقدم، ولا ماهيش كيف كيف. دونك اللوم هذا خايب، وخاصه حتى في حكايه التربيه وفي حكايه استعمال التكنولوجيا، لانه مثلا انك انت ما تربيتش تستعمل في التكنولوجيا مثلا الفيسبوك وكل شيء، مش يعني انه اي حد كيفاش يجي باش يستعملها ويستعملها حتى ب 20 ساعه في النهار، مش يعني انه هو عنده مشكل ولا لا. كل انسان تربى في ظروف معينه وتوفرت له تكنولوجيا معينه وتوفرت له حاجات معينه اللي نجم يستعملهم يعيش بهم بطريقه مختلفه عليك انت. دونك القبول هو الاساس. به القبول هذايا معناتها فما كلمه ديما تتقال في حتى في المجتمع التونسي، وحتى في كلامنا يقول لك كل وقته وقته، معناتها كل واحد يعيش العصر نتاعه. ما لانه الكلمه هذه كيما نقولوها كيما نطبقوها، والا توا ما نقبلوش برشا حاجات يعمل فيها مثلا جيل توا. بار اكزومبل اللبسه نتاعهم، بار اكزومبل تخمامه، نظرته للخدمه، نظرته خاطر معناتها حتى الجيل توا تسال يقول لك انا ما نحبش نتعدى بار اكزومبل حتى في القرايه دي سبيسياليتي معروفين معناتها متفق عليهم، يحب يعمل حاجات جديده، يحب يشوف لي لوجيسيال لي تكنولوجي. وهنا فما حتى بعض الاولياء اللي هم ما يقبلوش الحاجه هذه. اكيد هو قبول، شوف نجموا نتقلقوا على اجيال جديده وطالعه من ناحيه انه يقراوا في نظام تربوي سيء مثلا في المدارس وفي المعاهد وكذا، مازلنا معناتها ضيعنا برشا لي روبير نتاعنا، وجامعاتنا مثلا وخرت برشا في الترتيب العالمي نتاعها، وقيمه تونس تعليميا وتربويا حتى قدام العالم ما عادش كيما قبل. هذه حاجه مثلا نتقلقوا عليها، لكن كما قلنا في استعمال التكنولوجيا في اللبسه في الاحلام في النمط نتاع العيش، اكيد ديما فما حاجات سيئه وسلوكيات سيئه لازم الانسان يتخلى عليها. لكن في نفس الوقت لازمنا نقبلوا ان الناس اللي اصغر منا في العمر، ولازمنا ذوكم نقبلوهم كما هم وعندهم طريقه العيش نتاعهم، لانه ما تنجمش تصنع انت نفس الموديل، لانه حتى المجتمع فيه ثراء غاديك 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 الثراء نتاع المجتمع ومعناتها ونقاط القوه نتاعو اللي تخليه يتقدم. اما كيفاش نصنعوا قوالب جاهزه ومجتمع يعيش بنفس الافكار على امتداد عشرات السنوات ونفس الشخصيات نتاع العباد ونفس الانماط نتاع العباد ونفس انماط العيش، يعني ديجا تولي مجتمع فيه مشكل. حتى في طرق التفكير، حتى في مثلا في الزواج، معناتها حتى في طريقه الزواج ثم حتى معناتها الجيل نتاع توا يقول لك انا نحب نعمل ليله وكاو معناتها بلديه صاله وفات الحكايه معناتها. فما اللي يقول لك لا لازم نعملوا كما العادات والتقاليد، الحاجات هذوما تنجم حتى تعمل معناتها عدم تفاهم واشكاليات في وسط العائله، معناتها يكونوا مثلا من ثلاثه اربع اجيال مع بعضهم. اكيد تعمل، لانه ديما اجيال سابقه تصعب اني خاصه اللي يكبروا اكثر في العمر واللي هما عاشوا باك التقاليد هذيك وباك العادات هذيك بالنسبه لهم مهمه. اكيد انه الانسان يحافظ ديما على تقاليده، كي تبدا حاجه مزيانه وحاجه تزيد معناتها فكر رونق مثلا نتاع الاحتفال ونتاع العرس ممتاز برشا، زاده فما دي كونترانت اخرين مش على حساب معناتها الظروف الماديه، مش على حساب فرحة هكا الزوز اللي باش يعيشوا مع بعضهم، ولا على حساب راحتهم معناتها. انا توا يقول لك انا في عايش في ظروف اقتصاديه صعيبه، خصوصا انا نوفر ليا والمرتي اللي لازم، هذا في حد ذاته مجهود كبير. ما فماش انا مثلا باش نجي نعمل عرس سبع ايام وسبع ليالي ولا برشا مسموح. دونك هذه فما اختيارات اللي لازم يحترموها الاجيال اللي فاتونا واللي احنا نحترموا زاده اللي جايين من بعدنا، لان هذه اختيارات حياتيه متعلقه بنمط عيش، وماهيش حاجات متعلقه تربويه ولا سلوكيه ولا معناتها ظواهر اجتماعيه خطيره. هذه حاجات عاديه لكل انسان، شنو كيفاش يحب يعيش، يحب يمشي بالتقاليد اللي هو تربى عليها، يحب يخالفها بطريقه معناتها ما يكونش فيها مواجهه مع العائله ومشاكل وكل شيء، هذا من حقه. سؤال اخير غايه قبل ما نختم معك، تربيه الصغار نتاع توا صعبت؟ اكيد صعبت من برشا نواحي. الناحيه الاولى ماديا معناتها انك باش تحط ابسط حاجه حتى في التعليم نتاعهم
باش تلقى باش ولدك صغير يتلو ولا معناتها صغارك يتلقاو تعليم متميز باش تلقى روحك تصرف عليهم اكثر. اللي توا في ظروف اقتصاديه صعيبه اجتماعيا معناتها الشارع ما عادش كيما بكري نخرج الناس الكل قدام قدام جارنا نلعبوا فما ولاد حوم وفما الناس الكل تعز والناس الكل تعرف بعضها. الشارع ولا خطير جدا واللي نشوفه برشا معناتها الجريمه والمنظمه نشوفوا المخدرات وكل شيء هذا ولات حاجه حتى قدام الليسيات نتاعنا كل شيء هذا حاجه معناتها خطيره جدا. هذا اللي صعب الامر على الوالدين. في حاجه باش نحكيو يمكن على الكوتي الاخرى نتاع التكنولوجيا انه هو استعمال التكنولوجيا التطور السريع نتاع اللي يخلي الوالدين بالحق غير قادرين انهم شي يسيطروا على استعمال ولادهم للتكنولوجيا هذيك ويراقبوه بطريقه صحيحه. تلقى الصغير يفهم اكثر من بوه في والديه اكثر من بوه في استعمال التكنولوجيا وهذاك علاش يكونوا غير قادرين على مراقبته وهذاك اللي يتسلل له برشا. أكيد أكيد فما تصوير الدور ديما على معناتها وسائل التواصل الاجتماعي تصوير من بين تلقى العائلة كاملة ملمومة قدام التلفزة وتصوير متاع توا اللي كل واحد شاد تليفونه معناتها والتلفزة تخدم على روحها وحدها معناتها وكأنه هذا يمكن صراع الأجيال معناتها في مشكلة حتى في التواصل ما بيناتهم والحوار ما بيناتهم. أكيد أكيد لأنه كما قلنا فما جانب إيجابي وفما معناتها الأنماط العايشة جديدة وفما جانب سلبي. هو في العائلة كي تبدأ العائلة متفاهمة والأجيال السابقة متفاهمة وقادرة تحتوي الناس الاختلافات اللي متاع الأجيال اللي بعدها وقت نجموا نلقاو موديل مناسب تولي فوس العائلة ما عادش فما صراعات والعائلة هي في حد ذاتها هي تبني النظام العائلي. مثلا كي الناس الكل كيفاش تحط فطور الناس الكل تجي تفطر مع بعضها كيفاش تتلم الناس الكل تتلم مع بعض هذوما يتربى عليهم الانسان من الصغر. هذوما هما لي ديتاي الصغار هما اللي يعملوا التفاهم والتواصل نهار اخر دونك يتبنى عليه شخصيه الانسان. شكرا لك بارك الله فيك غايث سويسي مدرب تنميه ذاتيه على التفاصيل هذه الكل. نستنوا تجاربكم اللي توصلنا على 72 328 500. اكيد حاب نسمعوا تجارب الاجيال الكبيره والاجيال القديمه الاجيال الجديده. نحب نسمعوا ارايكم في موضوع اليوم فاش شنو هو الاختلاف اللي تشوفوه انتم شنو الحاجات اللي نجموا يتواصلوا فيها العلاقه ما بين الاجيال ما بين بعضهم. دونك هذا موضوعنا اليوم في أجورا. تنجموا تفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك راديو ميتوميزي ولا تخليوا لي كومنتير من تاعكم ميساجاتكم على الباج فيسبوك.